قامت المحكمة أولا حضوريا، واحد بإجماع الآراء، بإجماع الآراء بمعاقبة كل من المتهمين محمد خيرت سعد عبد اللطيف الشاطر ومحمد إبراهيم البلتاجي وأحمد محمد عبد العاطي بالإعدام شنقا كما عما أسند إلى كل منهم. اثنين بمعاقبة كل من المتهمين محمد بديع عبد المجيد سامي، محمد مرسي عيسى العياط، محمد سعد توفيق كتتني، عصام الدين محمد حسين العريان، سعد عصمت محمد الحسيني، حازم محمد فاروق عبد الخالق منصور، عصام أحمد محمود الحداد، خليل أسامة محمد العقيد بالسجن المؤبد عما أسند إلى كل منهم وبمعاقبة كل من المتهمين محمد فتحي رفاعة الطهطاوي وأسعد محمد أحمد الشيخة بالسجن لمدة 7 سنوات عما أسند إلى كل منهما. ثانيا غيابيا بإجماع الآراء بمعاقبة كل من المتهمين السيد محمود عزة إبراهيم عيسى ومتولي صلاح الدين عبد المقصود متولي وعمار أحمد محمد فايد البنا وأحمد رجب سليمان والحسن محمد خيرة الشاطر وسندس عاصم سيد شلبي وأبو بكر حمدي كمال مشالي وأحمد محمد الحكيم بالإعدام شنقا عما أسند إلى كل منهم. رفعت الجلسة.